القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب. شكرا يا رب. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فسرت لما قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني أحيانا تختلط الموازين وتنقلب في معمعة الخلافات الزوجية، فيظلم الزوج زوجته، يظن أنه إذا كان له حق القوامة ولا حق المسؤولية يفهمها خطأ، يفهم أنها تشريف لا تكليفا، والحقيقة أنه لا، رب العالمين يعني يزن الأمور. رب العالمين لما خلق الرجل خلق فيه من الصفات ما تجعله صالحا لواحد اثنين ثلاث، وخلق في المرأة من الصفات ما تجعلها صالحة لواحد اثنين ثلاث، هو لا يصلح أن يقوم بدورها وهي لا تصلح أن تقوم بدوره. لذلك أكد هذا المعنى في نهاية الآية 228، ولهن مثل الذي عليه، لهن للزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق مثل الذي عليهن. الحقيقة حق الرجل هو واجب على المرأة، وحق المرأة بالمقابل واجب على الرجل، فالحق له يعني شعبتان، شعبة أنه حق لطرف وهو واجب على طرف آخر، والواجب كذلك. فالمسألة يعني منعكسة ومتكاملة، الرجل والمرأة، المرأة لها من الحقوق كما للرجل من الحقوق، وعليها من الواجبات كما على الرجل من الواجبات، كل ذلك بالمعروف، بالمعروف، بحسن المعاشرة، بترك الضرار. ثم قال وللرجال عليهن درجة. أنا لما يعني ذكرت أذكر بعض النقاط البارزة في الآية وأترك الأمور الواضحة يعني لكم، لذلك كثيرا أحيانا أعقب على يعني التذييل آخر الآية والله غفور حليم والله عزيز حكيم، وأحيانا لا أعقب يعني لأن المعنى في هذا واضح فقط حتى يعني تزول الغشاوة. ننتقل للآية 200 يرحمكم الله 233، قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لما ذكر الله تعالى النكاح والطلاق ماذا بقي؟ ذكر هنا الرضاع، لأنه أحيانا ما الذي يحدث؟ قد يفترق الزوجان وبينهما ولد، يعني لذلك يعني إحنا دائما ربما يتساهل القاضي أو إذا كان الرجل والمرأة ليس بينهما ولد أو أزواج جدد أو كذا، فهي تقبل على الحياة ويقبل على الحياة، ما في ضحايا. لكن إذا كان هناك أولاد يتشدد القضاة في هذا لمصلحة الأولاد، يتشددون جدا. فحصل زواج لم يقدر الله الاستمرار في هذا الزواج لسبب من الأسباب، حصل طلاق. طيب كان هناك ولد، طب هذا الولد أليس له تشريع؟ له تشريع. هذه الآية والوالدات يرضعن أولادهن هو صحيح خبر، لكنه خبر بمعنى الأمر. المرأة ترضع ولدها حولين سنتين كاملتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني ممكن الإنسان يقتصر على ما أقل، ما هو أقل من ذلك، لكن لاحظوا الأسلوب القرآني ما أرقى. قال والوالدات، إحنا بنحكي عن المطلقات، ما قال والمطلقات، قال والوالدات. هذا فيه قالوا لاستجاشة عاطفة الأمومة عند المطلقة، إنه صحيح أنت مطلقة بس لا تنسي إنه أنت بنفس الوقت أم، أنت مطلقة يعني اعملي ما شئت مع هذا الرجل، لكن هذا الولد ما ذنبه؟ أتنسين أنك أمه؟ أنت من أنجبه، أنت من ولده، أنت أنت أنت. والوالدات فأرضعيه الله يرضى عليك حولين كاملين سنتين كاملتين إذا أرادت المرأة أن تتم الرضاعة. الآن بالمقابل وعلى المولود له، لاحظ الأسلوب القرآني، والوالدات بدل والمطلقات، وعلى الوالد، ما قال وعلى الوالد، قال وعلى المولود له. هذا فيه إشارة إلى أن الولد ينسب لمن؟ لأمي، لأبيه.
وعلى المولود له في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. وفي الآخرة؟ لأمه. لأمه؟ لا، في الدنيا والآخرة. فلان ابن فلان، ما في رواية، ما في حديث أبدا يقول فلان ابن فلان يوم القيامة أبدا. بس اللي يعني اللي ذكروها قالوا جبرا لخاطر سيدنا عيسى عليه السلام وسيدتنا، يعني حتى ما يعني عيسى ابن مريم، فيعني قالوها حتى، لكن هذا لم يثبت أبدا بحديث صحيح. فينادى الولد باسم أبيه في الدنيا وفي الآخرة. فعلى المولود له، على الوالد، والد الولد، رزقهن المطلقة التي أرضعت ولده وكسوتها بالمعروف. بالمعروف يعني كل إنسان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كما قال الله تعالى في آية أخرى. وهنا قال بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني كل إنسان يعني يكلف بما يستطيع. لا تكلف المرأة الصبر على الرضاعة دون أجرة، أو على الرضاعة مع تقتير في الأجرة من جانب والد الولد. وكذلك لا يكلف الوالد، والله تطلب تقول أريد أجرة الرضاعة فوق طاقته، لا، لا تكلف نفس إلا وسع. هذه تنطبق على الرجل وعلى المرأة. لا تضار، لا تضار، هذه صيغة نفي ولا نهي؟ نفي، ولا لأن المعنى يختلف. إذا كانت نافية، النافية يعني ربما تفيد حكما ليس مباشرا، لكن الناهية ناهية، الناهي يفيد التحريم، فهي نافية ولا ناهية؟ لا تضار، ناهية. لو كانت نافية لقال لا تضار. طب الناهية لا تضار، هذا طبعا أصل الفعل تضارر، لا تضارر، لا يجوز للأم أن تضارر الأب بسبب الولد، إنها تطلب منه مثلا رزقا وكسوة فوق ما يطيق، وهو لا يضارها بأن يقصر عليها في كسوتها أو أن ينتزع منها ولدها. ولا تضار والدة بولدها، المطلقة يعني، ولا مولود له الوالد بولده. لا تضار هي الولد ولا هو يضار الولد، لأنه في النهاية إذا الآن بدنا نصير نصفي حسابات بعضنا عن طريق ولدنا فتلك مصيبة. يعني أنت من؟ يعني أنت شو راح تخسر؟ وهي ماذا ستخسر؟ في النهاية من الخاسر؟ من الضحية؟ الولد. فاتقوا الله في أولادكم. كل هذا لاستعطاف الآباء والأمهات بلفظة، لاحظوا كلمة الولد والوالد والوالدة والمولود له كم تكررت في هذه العبارة، والوالدات يرضعن أولادهن، وعلى المولود له. لا تضر والدة بولدها، مولود له بولده، ولد 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 ولد. لاحظوا كل هذا لي يعني لاستجاشة ولإثارة وإحياء هذه العاطفة، عاطفة أن هذا ولدك وأن هذا ولدك، أنك أبوه وأنك أمه، حتى لو كنتما مطلقين فاتقوا الله في هذا الولد. على فرض إذا مات الأب وهي ترضع، وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث، الوارث يعني تنطلق على الأب، أب يعني أب الزوج، جد الولد، أو ربما الجد أو أخوه أو ما شابه ذلك، وعلى الوارث الذي يرث مثل ذلك، بحيث أنه لا يضيع حق المرأة في النفقة وفي وما شابه ذلك. فإن أراد فصالا، إذا الزوج والزوجة المطلقان اتفقا على الفصال، الفصال ما هو؟ الفطام. الفصال هو الفطام، وفصاله في عامين وفطامه في عامين. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني لو بدها تفطمه تفصله عن الرضاعة قبل السنتين، بعد سنة ولا بعد، يتفقان بشرط، بشرط أولا موافقة الطرفين، ثانيا وهذا أهم مصلحة الولد. إذا الولد محتاج للرضاعة تجبر الأم على إرضاعه. طبعا كل هذا نتحدث عنه الوضع الطبيعي، هذا إذا كانت مطلقة. طب الأم إذا كانت متزوجة؟ لا، الأم المتزوجة بهذا يعني هذه لا حاجة لذكرها، هي ترضعه دون أن يطلب منها، لأنه هو الآن المطلقة ترضعه مقابل أن ينفق عليها. طب والمتزوجة؟ هو ينفق عليها أصلا، فيجب عليها أن ترضعه. تمام. طبعا العلماء استثنوا من هذا، قالوا إلا إذا كانت يعني امرأة ذات ترف، واحد مرفها جدا جدا جدا، وهؤلاء عرف عنهم في ثقافتهم وفي
عاداتهم أنهم أن النساء لا ترضع، هكذا في بعض النساء عندهم ثقافة هكذا، يعني لا بترضع، وأحيانا حتى الولادة الطبيعية لا تلد ولادة طبيعية سيزاريا، وهي طبيعي ممكن أن يعني تلد ولادة طبيعية، لكن هكذا ثقافتهم من الهاي كلاس يعني الجماعة، فلا برضعه ولا بخلفه طبيعي. فقالوا إذا كانت العادة كذلك فالقاعدة الشرعية المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا عرف يجب أن يلتزم به ولا يلزمها. إذا طبعا المسألة ليست ادعاء والله أنا من، لا بنشوف تقارن بأخواتها وقريباتها، ويعني العرف في هذا العادة محكمة قاعدة شرعية. وإن أردتم أن تسترضعوا أو أولادكم فلا جناح عليكم، يعني إذا تسترضعوا هنا كما قلنا همزة الوصل والسين والتاء تفيد الطلب هنا، يعني إذا أردتم أن تطلبوا من يرضع أولادكم من النساء سوى أمهاتهم فلا جناح عليكم، ما في مشكلة في هذا، لا إثم عليكم، بشرط إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا أعطيتم هؤلاء المرضعات أجورهن بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم، الآن انتقلنا إلى عدة المتوفى عنها زوجها، تحدثنا في عدة المطلقة قلنا كم؟ ثلاثة قروء تبدأ بحسب رأي من قال، طبعا هذا حسب الخلاف اللغوي في معنى القرء، لأن القرء في اللغة تطلق على الطهر وتطلق على الحيض، لكن أكثر العلماء على أن القرء هنا هو الحيض، فثلاثة قروء هذا لغير الحوامل وغير المتوفى عنها زوجها. إذا توفي عنها زوجها الآن تتربص تنتظر عدتها عدة أخرى، وهي 4 أشهر و10 أيام، 10 أيام و4 أشهر، يعني 4 × 3 120، 130 يوم، 130 يوما. طبعا ما الحكمة في أن عدة الوفاة بهذا المقدار؟ إحنا يعني ربما من الحكم التي نقتبسها في عدة المطلقة أنها حتى يعني لبراءة الرحم ثم وفاء للحياة الزوجية، ممكن تزعل إذا قلنا لها وفاء للزوج، تقول ما بديش وهذا لا يستحق الوفاء، لا، وفاء للحياة الزوجية، وفاء للميثاق الغليظ الذي كان بينكما كما سماه الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذا استبرأنا الرحم في 3 قروء في المطلقة. طيب في المتوفى عنها زوجها، أنبه إلى نقطة قبل البحث في العلل والحكم، هذه أمور يا جماعة تعبدية، ونحن اتفقنا أن الأمور التعبدية سمعنا وأطعنا، حتى لو لم يتبين لنا وجه الحكمة فيها، ممكن نعرف الحكمة وممكن لا نعرف، عرفنا أم لم نعرف سمعنا وأطعنا. لكن بحث بعض العلماء قالوا لبراءة الرحم، قلنا طيب ما علة 4 أشهر و10؟ قالوا حتى يعني نضمن أن إن كانت حاملا يبين حملها، طبعا إن كانت حاملا حتى لو متوفى عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها. فهذا حديثنا عن المطلقات هناك وعن من توفي زوجها هنا، المقصود إن لم تكن حاملا، الحامل سواء كانت معتدة عدة وفاة أو عدة طلاق فعدتها أن، وأولاة الأحمال سورة الطلاق أجلهن أن يضعن حملهم، حتى لو كان بعد ساعة مات زوجها وبعد ساعة أنجبت خلفت فخلص انقضت عدتها، أنه هذا يعني الهدف من الأهداف الرئيسة براءة الرحم. قالوا في العادة الجنين يتحرك 4 أشهر، يعني كانت المرأة حاملا تعلم أنها حامل إذا وصلت 4 أشهر. قالوا والعشر، قالوا العشر هذه من باب الاحتياط، لأن الجنين أحيانا يضعف عن الحركة، فأعطينا 10 أيام زيادة حتى يعني نتوثق من هذه الحركة. وهذا ثابت يا دكاترة؟ ثابت أو مش ثابت؟ لازم يكون ثابت لأنه الله سبحانه وتعالى قال ذلك. نعم. فإذا بلغنا أجلهن، إذا انقضت عدتهن هنا، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليكم على من؟ طب ما هو الزوج توفي، يعني هل المخاطب هنا متوفى؟ الخطاب للميت
ولا الخطاب لمن؟ فلا جناح عليكم، عليكم أيها الرجال إذا كانت نيتكم أن يعني أن تتزوجوهن وهذا بالحلال فلا بأس بذلك، لكن هذا الذي فلا جناح يعني فلا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، هي طبعا يحق لها أن تتزين بعد أن تنهي العدة، تتزين إذا كانت داخل بيتها لسبب من الأسباب، لكن هل تتعرض للخطاب إذا جاءها خطيب؟ لا يجوز للمرأة في مرحلة العدة أن تغادر بيتها إلا لضرورة، العدة تكون في بيت الزوجية. إحنا المشكلة عند الناس في الوفاة ما في مشكلة، في العادة الوفاة ما في مشكلة، النسوان حافظاتها، توفي زوجها خلاص معتدة، وطبعا بتلبس لك السواد الذي ليس له أصل، أخذناه من تأثرنا للأسف ب يعني بالنصارى وبغير النصارى من الطوائف الضالة، وهو ليس له أصل أصلا إلا إذا كانت المرأة أصلا بتلبس سواد، حياتها أصلا تلبس السواد فلا بأس، ما لبسته خصوصي يعني لأجل الوفاة. المشكلة اللي بتصير بالعدة عند المطلقة، المطلقة بتقول عدة الطلاق، لا، شدد العلماء في عدة المطلقة أكثر من شدتهم من تشديدهم في عدة المتوفى زوجها. أولا المطلقة إذا كانت من طلاق رجعي لازم تكون في بيتها، بيت زوجها، وإذا من بعد الطلاق الرجعي تعتد في مكانها ولا تخرج منه حتى تنقضي العدة. نقطة مهمة جدا من أحكام العدة، أحكام العدة من أراد الاستزادة فيها فليعد إلى كتب الفقه. إذا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلتم في أنفسكم، لا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم فيما عرضتم به المعتدات من الوفاء أو من طلاق الثلاث، هذه تشمل خطبة النساء المعتدات من الوفاء أو المعتدات من طلاق الثلاث اللي بان الطلاق منها بائنا بينونة صغرى كبرى، الكبرى اللي يجب أن تنكح زوجا غيره، فهنا بالتعريض، التعريض ضد التصريح، قل التصريح يعني إن دايركت واي، التعريض إن دايركت واي، فبالتعريض لا بأس. طبعا بالتعريض ممكن يستخدم أي لفظ بالتعريض، الآية القرآنية لم تذكر، هذه تعود للعرف، بالتعريض يعني ممكن يعرض بطريقة أو بأخرى إنه تسميع. والله أنا تسميع يعني أيوة، يسمعها أو يسمع أحدا تلطيش، هذه العبارة التي أبحث عنها. نعم بالعام، نعم، فممكن التصريح لا يجوز، التلميح يجوز، إنه والله يعني أنا أريد الزواج مثلا، ويوصل الكلمة وصلوا لها يعني، أو يقولها أمام مثلا النساء يعلم أنهن سينقلن العبارة لها، بس ما يذكر قل أريد أن أتزوج فلانة بالتلميح لا بالتصريح، إذا صرح مصيبة، ارتكب حراما. واعلموا أن الله في العدة، إحنا بنحكي بعد العدة خلاص له أن يذهب ويعني يخطبها مباشرة، لذلك يعني إذا الإنسان بده يلف ويدور على التصريح والتلميح، شوفوا رب العالمين ماذا قال، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، مسألة مع رب العالمين، المسألة ما فيها، لذلك أجاز التلميح ولم يجز التصريح، علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني ستذكرونهن المقصود بها الإشارة إلى الرغبة في الزواج بهن، ولكن المنهي عنه لا تواعدوهن سرا، مش بالسر أو بطريقة أو بأخرى توصل لها بطريقة مباشرة أنك تريد الزواج بها بالتصريح، وهيك بتكون تمردت على قول الله تعالى فيما عرضتم وصرت فيما صرحتم، هذا تمرد لا يليق ولا يجوز. إذن إذا كانت المرأة، ملخص الحكم، إذا كانت المرأة في عدتها سواء كانت متوفى متوفى عنها زوجها أو مطلقة معتدة من طلاق ثلاث، طب لو كانت معتدة من طلاق رجعي واحد أو ثنتين، يعني طلقت مرة أو ثنتين ولا زالت في عدتها، هل يجوز لغيرها أن يصرح فيه، يصرح يلمح، يلمح تلميح بأسلوب غير مباشر؟ أمان، لماذا؟ زوجها، احنا طمعانين في زوجها أن يعود إليها، ليش يدخل واحد ثالث؟ لكن بعد الثلاث
زوجها القديم خلاص حكم حكم المتوفى أصلا. فإذا كانت يعني مطلقة أو معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى طلقت 3 مرات أو توفي عنها زوجها، فيجوز لمن أراد أن يخطبها أن يعرض تعريضا لا تصريحا، ولا تعزم عقدة النكاح، لا تكتب الكتاب ولا تعقد عقد الزواج حتى تنقضي العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، سبحانه وتعالى حليم، ما أحلم الله. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذه الآية وضحت أحكام المرأة التي تطلق قبل أن تمس، اللي يسمونه في الفقه الإسلامي الطلاق قبل الدخول. فقالوا إذا طلقت المرأة قبل الدخول وسمي لها مهر فلها كما ذكرت الآية التي بعدها لها نصف المهر. إن لم يسمى لها مهر، هنا ذكر الشيخ قال أما إذا كان المهر غير مذكور فإن للمطلقة المتعة فقط. يعني الكلام فيه اختصار شديد جدا لدرجة أنه يعني ربما لا يكون دقيقا. قال الفقهاء قالوا إذا سمي المهر لها نصف المهر المسمى، إن لم يسمى فلها نصف مهر مثلها. يعني عندنا مثلا الأعراف في بلاد المسلمين بيقولوا والله فلانة مهرها مثلا 20,000، طب ما هي أختها 10,000. قالوا لا، هاي دارسة، هاي معاها ماسترز، هاي معاها بكالوريوس. ننظر فعلا هل العرف هكذا؟ إذا العرف هكذا نقبله، وهكذا بنشوف مهر مثيلاتها اللي بسنها وبشهادتها وبمستواها الاجتماعي كم مهرهن. هذا يرجع القاضي يستشير أهل الحل والعقد، وثم بعد ذلك يقرر بالمهر المثل، نصف مهر المثل. ومتعوهن، الآن نفقة المتعة طبعا أيضا أحيلكم على التفصيل في كتب الفقه ليس هذا المجال. العلماء اختلفوا في شيء اسمه للمطلقة نفقة المتعة. نفقة المتعة اختلفوا في مسألة المطلقة بعد الدخول. بعد الدخول منهم من قال نفقة العدة مندوبة، وهذا رأي جمهور العلماء. الشافعية خالفوا، قالوا نفقة العدة للمطلقة حتى بعد الدخول واجبة، واجبة سنة أو سنتين بحسب يعني ما يقدره القاضي. العلماء أيضا بحثوا في نفقة أو نفقة المتعة للمطلقة قبل الدخول. الخلاف الأول بعد الدخول، لكن قبل الدخول قالوا جميعا إنها تثبت لها نفقة المتعة قبل الدخول. الآن العلماء الذين تبنى رأيهم الشيخ هنا لما قال فإن للمطلقة المتعة فقط، قال إن سمي المهر، إن سمي المهر لها نصف المهر، إن لم يسمى عندي خيارة، الخيار الأول لها نصف مهر مثلها، أو الخيار الثاني لها نفقة العدة. هي في النهاية إذا حسبتها تطلع تقريبا يعني النتيجة متقاربة. فهذه التي لم تمس، التي لا التي طلقت قبل الدخول. ومتعوهن نفقة المتعة، طبعا في النهاية كل إنسان بحسب طاقته، وعلى الموسع وعلى المقتر قدره، أو ومتعوهن على الموسع قدره اللي معاه يعني يزيد، وعلى المقتر الفقير يعني أيضا ينفق بما يستطيع متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. في النهاية هذه الأمور مبنية على الإحسان، يعني الإنسان يزيد ولا ينقص. الإحسان من طرف الدافع يزيد ولا ينقص، ومن طرف القابض المدفوع له ينقص ولا يزيد، يعني ما يطالب بحقه زيادة حتى ما يكون من المطففين. يعني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذه الآية أكدت ووضحت إذا كان الطلاق قبل الدخول، وقد فرضتم لهن فريضة وكان هناك مهر مسمى مكتوب، فنصف ما فرضتم لها نصف المهر إلا أن يعفون. أحيانا المرأة بتكون بنت حلال تسامح، تقول له خلص طلقني ما بدي إياه ومهرك مبروك عليك لا أريد شيئا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الأصل، الأصل الزوج، يأتي الزوج ويقول خلص لها نصف المهر بس أنا إكراما لها يعني وجبرا لخاطرها وفراقها أعطيها المهر كاملا. ورب العالمين حف في النهاية
في هذه الأمور على التعامل بالإحسان، وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني لا تخلوها المسألة نص نص، إما بتسامحي أو بسامحك، خلوا فيها تسامح، خلوا فيها سعة. والأفضل للرجال أن يسامحوا زوجاتهم بالنصف الآخر، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني كان بينكم معروف وكان بينكم علاقة زوجية وكتب كتاب، يعني حتى ولو يعني غالبا الرجل لا يكتب الكتاب ويتزوج مباشرة بعد العقد، غالبا بتكون في فترة، في خلال هذه الفترة تعرفتوا على بعض، تحدثتم مع بعض أو كذا، هذا الفضل لا تنسوه بينكم، إن الله بما تعملون بصير. انتهت بذلك آيات الطلاق تقريبا، بس ظلت واحدة. قبل ما ندخل في هذه الواحدة ونختم بها الآيات، ربنا ذكر حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات، الصلوات الخمس كاملة والصلاة الوسطى. طب الصلاة الوسطى داخلة ضمن الصلوات، لماذا خصت الصلاة الوسطى بالذكر هنا؟ قالوا لأهميتها ولعظمتها، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الملائكة تنزل في صلاة الفجر، صلاة الصبح وصلاة العصر. الصلاة الوسطى فيها خلاف بين العلماء، الأرجح أكثر العلماء أنها صلاة العصر، لأنها تتوسط الفجر والظهر قبلها والمغرب والعشاء بعدها، فهي تأتي في الوسط. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر أو الصبح والعصر. وقوموا لله قانتين، هنا أشار إلى الصلاة بأهم أركانها وهو القيام. فالصلاة ركن مهم من أركانها، أن تصلى قائمة أو أنت قائم وأنت قائمة. قالوا هذا الشرط إذا كانت صلاة فريضة، أما صلاة النافلة فالقيام سنة فيها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني الصلاة لا تسقط بحال، حتى وأنتم خائفون الصلاة تبقى باقية، ما دام مناط التكليف العقل، ما دام العقل موجودا فالصلاة مفروضة، تبقى مفروضة حتى في حالة الخوف. صلي راجلا، إيش فرجالا؟ يعني الصلاة للرجال فقط، رجالا يعني واقفين على أرجلكم مشاة، يعني أو ركبانا، سواء كنتم راكبين أو راجلين ماشين، فالصلاة واجبة عليكم على الحال الذي تستطيعون. فإذا أمنتم، إذا ذهب الخوف، فصلوا الصلاة الطبيعية بقيامها وركوعها وأركانها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم، وهذه الآية منسوخة، لاحظوا هذه الآية والآية التي قبلها، الآية في 234، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هنا ماذا قال؟ يتربصن بأنفسهن 14 و10، هنا ماذا قال؟ وصية لأزواجهم، كان الرجل يوصي قبل وفاته، إذا أنا مت فمتعوا زوجتي عاما كاملا، عاما كاملا لا تخرج من بيتها، وأنفقوا عليها عاما كاملا، عدتها عام كامل غير إخراج، بدون ما تطلع من بيتها. فإن خرجنا، يعني بعد انقضاء العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، إذا تعرضنا للخطاب وكنا جاهزات لأن يتزوجوا زوجا آخر، والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخت بتلك الآية، تلك الآية نسخت هذه الآية، فعدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة، ثم بعد ذلك نسخت وخففت وصارت 14 و10. وللمطلقات متاع بالمعروف، كما قلنا نفقت المتعة بالمعروف حقا على المتقين، كما ذكرنا أيضا خلاف العلماء في مسألة نفقة المتعة، وهي في النهاية إن لم تكن واجبة كما عند الشافعية، جمهور العلماء حتى الذين لم يقولوا بالوجوب قالوا باستحبابها وسنيتها. كذلك يبين الله، لاحظوا هذه الآية في آخر آيات الطلاق، كذلك يعني مثل هذا البيان، مثل هذا التوضيح، يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، كل الأحكام هذه التي سبقت في أحكام الطلاق وهذا التفصيل لعلكم تعقلون، لعلكم تستوعبون حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا التشريع وفي هذا التفصيل. طبعا مباحث الطلاق والزواج يعني مباحث طويلة جدا، لذلك يعني أنصحكم بالعودة إلى كتب الفقه وأخذ فكرة ولو بسيطة عن أحكام الزواج والطلاق وتفاصيل ذلك. فيجوز للزوج باختصار شديد جدا أن يطلق زوجته معه 3 طلقات، بعد الطلقة الأولى، الطلقة الأولى رجعية، الطلاق مرتان، والطلقة الثانية رجعية، إذا أعادها ضمن العدة قبل أن تنقضي العدة وهي 3 قروء،
فله ذلك إذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى، بصير بائن بينونة صغرى. البائن بينونة صغرى يجوز له أن يرجعها دون أن تتزوج زوجا غيره بشرط المهر والعقد الجديدين، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره دون اتفاق ودون تراضي ودون أن يكون تيسا مستعارا أجلكم الله. فإن طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه جاز للزوج الأول أن يعود إليها ويتزوج. ينتقل السياق إلى الحمد لله انتهت آيات الطلاق. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. سبحان الله كيف يعني الآية فيها أسلوب ألم ترى، يعني هذا الأسلوب الاستفهام، ألا تعرف؟ يعني كان ممكن رب العالمين يقول يأتي بها بصيغة الخبر، لكن سبحان الله المراوحة بين الخبر والإنشاء أو الخبر والاستفهام فيها تحريك فيها تشويق سبحان الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا 4000 هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، 4000. في رواية كانوا 80000، على رواية ابن عباس قال كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، كان في أرض فيها طاعون فهم خرجوا فراراً من هذا الطاعون، وقالوا نأتي أرضاً ليس فيها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم وهم ألوف. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فروا من الموت. فعلمهم الله سبحانه وتعالى درسا عظيما، إن الفرار من الموت يعني لا يقي من الموت، يعني ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هربوا من الموت فأحياهم الله تعالى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لم يشكروه بعد إذ أحياهم. وفي رواية أيضا أنهم كانوا مع نبي من الأنبياء خرجوا لملاقات عدو من الأعداء كما سيأتي في الآية الثانية، فحكم الله تعالى عليهم بالموت فماتوا جميعا ثم أحياهم. الآية يعني ما الرابط بينها وبين الآية التي تليها وقاتلوا في سبيل الله؟ أولا وقاتلوا في سبيل الله، القتال لابد أن يكون باعثه واحدا للمسلمين وهو أن يكون في سبيل الله، لا يجوز للمسلم أن يقاتل إلا بهذا الشرط في سبيل الله. مجرد ما رأى خدشا وشرخا في هذا الشرط مش في سبيل الله اترك القتال، إذا القتال لازم يكون في سبيل الله، إذا ما في سبيل الله انسى، هذا ليس قتالا. نحن لا نعرض أنفسنا للتهلكة في سبيل الدنيا، لا والله، في سبيل الله على الرحب والسعة. الرابط قالوا هو يعني تعليم للمسلمين إنه قتالكم وجهادكم في سبيل الله يا مسلمون لن ينقص من آجالكم. فالجماعة الذين خرجوا هاربين من الموت ومع ذلك هم ظنوا النجاة في الخروج فأهلكهم الله في الموضع الذي ظنوا فيه النجاة، يعني كان موتهم من حيث ظنوا أنها نجاتهم. شوف التربية. هذول مسلمون؟ كانوا مع نبي من الأنبياء يبدو أنهم مسلمون. يبدو أنهم مسلمون، كانوا على دين الإسلام في بدايتهم. حتى اليهود، نعم اليهود بنو إسرائيل لما امتدحهم الله تعالى في على لسان موسى عليه السلام كما ذكرنا وفصلنا، قلنا امتداحهم على أحد وجهين، إما أنهم كانوا فضلتكم على العالمين، كان تفضيلهم على العالمين في زمانهم، أو أنهم لما كانوا متمسكين كانوا مفضلين على العالمين، فلما تخلى الله عنهم ونزع عنهم هذا التكريم. نعم الآيات، بعض المفسرين قال هم من بني إسرائيل، هي الآيات التي ستلي بعد قليل واضحة وصراحة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، لكن هذه لم تذكر أنها من بني إسرائيل، لكن بعض المفسرين ذكر هذا القيد وقال هؤلاء الذين خرجوا من بني إسرائيل. فالرابط إنه يا مسلمون، يا من تريدون أن تخرجوا جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا تظنوا الجهاد يقصر الأعمار، كما قال سيدنا خالد رضي الله عنه
قال ما في لقد خضت ما بين أكثر من 100 غزوة أو 100 معركة وما في جسدي موضع شبر إلا وبه طعنة برمح أو رمية بسيف أو وها أنا ذا أموت على فراشي. هو يقول رضي الله عنه، نحن لا نتجرأ أن نقول، لكن هو يقول عن نفسه كما يموت البعير حاشاه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال فلا نامت أعين الجبناء. خالد بن الوليد كم معركة خاض، كم مرة دخل في قلب الموت ثم نجا وخرج ومات على فراشه رضي الله عنه. فالقتال والجهاد في سبيل الله لا ينقص أعماركم، ربما تموتون وأنتم في بيوتكم. فانتبهوا لهذه النقطة، هذا الرابط بين القصة التي ذكرها الله، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا أماتهم ثم أحياهم، وبين وقاتلوا في سبيل الله. ثم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الجهاد ركنه الأول كما هو ركن الحياة وعصب الحياة المال. فموضع هذه الآية أو الرابط بينها وبين التي قبلها أنه ما دام الجهاد بحاجة إلى مال فاستحث الله تعالى المؤمنين. من ذا الذي يفتح الباب؟ الله سبحانه وتعالى. الله يستقرضكم. شوف إنه الله هو الذي يستقرض، الله هو الذي يطلب القرض، الله هو الذي أعطاكم المال ثم يستقرضكم. يعني شوف يعني التجييش المشاعر سبحان الله في الأسلوب القرآني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بعدين هذا قرض حسن مش قرض حسن مثل أي قرض حسن بعطيك بتعطيني، لا، هذا يجوز فيه الربا، الربا الحلال، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الله سبحانه وتعالى إذا أقرضته قرضا يضاعفه لك إلى 10 إلى 70 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. بعدين تذكر الله هو الرازق والله هو المانع. الله يقبض، يقبض يعني يضيق في الرزق، ويبسط يوسع في الرزق. تذكر فإذا أنفقتم بسط الله لكم، وإذا ضيقتم فيه تهديد بأسلوب غير مباشر كما هو أسلوب القرآن، تهديد بالقبض، بقبض الرزق. وتذكروا أنكم في النهاية إليه يرجعون، فإن ترجعون فإن أقرضتموه زادكم وأكرمكم. طبعا هنا ويبسط بالسين ولا ويبسط بالصاد؟ بالسين ولا بالصاد؟ مين يقرأ لنا إياها؟ هذا ذاكر؟ أيوة يا حج، ويبسط. طب ما بصير بالصاد؟ ويبسط عند حفص من طريق الشاطبية، نعم، ويبسط بالسين قولا واحدا. حافظ من طريق الطيبة له الوجهان، له ويبسط ويبسط وجهان، لكن من طريق الشاطبية الذي نقرأ به غالبا بالصاد. نعم، طبعا من قرأ بوجه القصر اللي بيقرأ يا أيها الذين آمنوا حركتين فيجب عليه أن يقرأها عفوا بالسين، بالسين بالسين قولا واحدا. من يقرأ بقصر المنفصل فيجب عليه أن يقرأها بالصاد. ننتقل، ربما أختم بها، بقصة بني إسرائيل مع نبي لهم. ألم ترى إلى الملأ، سأشرحها سريعا، يعني وهي قصة الحقيقة ممتعة وجميلة جدا، وردت في هذا الموضع في نهاية الجزء الثاني من سورة البقرة. ألم ترى، نفس الأسلوب، استفهام يفيد التشويق حتى الإنسان يعني يسأل ماذا بعد ذلك. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، هذه حددت أنهم من بني إسرائيل، من بعد موسى، بعد زمان سيدنا موسى عليه السلام، إذ قالوا لنبي لهم. شوفوا من هو النبي، لم يتعرض له القرآن. ورد في بعض الآثار أنه صموئيل، ورد في بعض الآثار كما ذكر الشيخ هنا أنه شمعون، وورد في بعض الآثار أنه اسم آخر، لا يهمنا شمعون صموئيل شو ما كان، المهم أنه نبي جاء بعد موسى، بعد موسى عليه السلام. ولو كان هناك فائدة بذكر اسمه لذكره القرآن، فنحن يعني نعرض عما أعرض عنه القرآن. فهؤلاء الملأ علية القوم من بني إسرائيل جاءوا لنبي لهم، لهذا النبي الذي كان عليهم، فقالوا له. طبعا حصلت بعد ذلك معارك، قبل ذلك عفوا، معارك بين بني إسرائيل وبين العماليق الذين كانوا يسكنون الأرض المقدسة فلسطين، فكان العماليق دائما ينتصرون على بني إسرائيل.
حتى شردوهم وأخرجوهم من ديارهم وحرموهم من أموالهم. فكان هناك ثأر لبني إسرائيل عند العمالقة. هذا إجابة على التساؤل اللي ممكن يسأل، يعني لماذا يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ ليس من عادتهم. فقالوا لهذا النبي بنو إسرائيل: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نحن نريد أن ننتقم من هؤلاء العماليق كما قتلونا وكما فعلوا بنا الأفاعيل، فابعث لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله. طيب، فقال، رد عليهم هذا النبي، قال هل عسيتم، وفي قراءة عسيتم، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ نحن يعني ماذا نرى الآن؟ هي ليست واجبة الآن، بتطلبوا مني أن أدعو الله أن تكون واجبة. أنا خايف إنه إذا فرضت عليكم أن لا تقاتلوا، أن تجبنوا مع القتال، عن القتال، خاصة إنكم الملأ، والملأ عادة بيكونوا أصحاب ترف، أصحاب نعمة، وليسوا من أصحاب يعني القتال، شغل وتعب، أصحاب مش جماعة شغل وقتال وتعب. فأنا أخشى هذا. قالوا لا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، الجماعة كحشونا من بلادنا وأبنائنا وفصلوا بيننا وبين أولادنا. فلما الآن استجاب الله تعالى لنبيه وكتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال، ولاحظوا الأسلوب، كتب بصيغة المبني للمجهول، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وعلى بعض الروايات أنهم كانوا 70,000، فلما كتب عليهم القتال تولوا، رفضوا هذا الأمر وما قاتلوا إلا العدد القليل من هؤلاء. والله عليم بالظالمين. الظالمون هم الذين طلبوا القتال ثم بعد ذلك استنكفوا ولم يقاتلوا. وقال لهم نبيهم، الآن الاختبار الثاني، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ملككم هو طالوت، هم يعرفون طالوت، فاعترضوا، قالوا طالوت ليس من سبط النبوة، سبط النبوة بنو يهوذا من بني إسرائيل، وطالوت من أبناء لاوي، هؤلاء من الأسباط، أسباط الـ11، إخوة يوسف عليه السلام، يهوذا، لاوي، بنيامين وغيرهم. فالنبوة عندنا بأبناء يهوذا، هذا ابن لاوي مش ابن يهوذا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، إحنا أولاد يهوذا. فهنا رد عليهم، قال إن الله اصطفاه عليكم، الله اختاره عليكم وفضله عليكم وزاده بسطة. اللي بده يقاتل ويكون قائد، ما هو السلاح الذي سيستخدمه في القتال؟ ما هي الشروط الواجب توافرها في القائد؟ ممكن نقول الكرايتيريا عند القائد ما هي؟ أن يكون قويا في جسمه، وأن يكون من أهل العلم والحكمة والذكاء. في شروط أخرى؟ أنا شو بدي بنسبه وحسبه من أين هو؟ إجاني واحد نسبه وحسبه كذا وكان جبانا، ماذا سينفعني هذا؟ إن الله اصطفاه عليكم وحقق فيه شروط القيادة وشروط الملك، زاده بسطة في العلم، عالما، والجسم جسمه قوي ويستطيع تحمل المهمة التي أوكلت إليه، وزاده بسطة في العلم والجسم. بعدين مش شغلكم أنتم، الله هو صاحب الملك، والله يؤتي الملك من يشاء سبحانه وتعالى، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. بعدين تعال، الآن تم تعيين طالوت رضي الله عنه ملكا عليهم. طالوت لم يكن نبيا بالمناسبة، النبي لم يذكر اسمه، لكن طالوت ذكر اسمه سبحان الله. وقال لهم نبيهم، قالوا طيب تعال، انت حطيت علينا طالوت، بدنا علامة أو آية ترينا أن طالوت فعلا يستحق الملك علينا، غير أنه يعني زاده بسطة في العلم والجسم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت العماليق قد سبوا التابوت من بني إسرائيل، سرقوه،
فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض، تابوت صندوق، تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه. وبنو إسرائيل بيتفرجوا كيف الملائكة نزلته، حتى وضعته عند طالوت فسلموا له وملكوه. وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهم. هذه هي الآية، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، تابوت موسى وهارون، آل موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، سكينة طمأنينة. قالوا ما علاقة السكينة والطمأنينة هنا؟ قالوا لأنهم مقدمون على حرب، فكان من عادتهم إذا كان معهم التابوت أنه يعني يقوي فيهم العزيمة للقتال، فيطمئنون ويسكنون إلى أنهم سينتصرون. هذه السكينة التي نريد، السكينة التي تكون سببا ووقودا وزادا لنا في طريق النصر. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، التابوت كان فيه هذه البقية مما ترك موسى وهارون التابوت. ما هي البقية؟ قالوا البقية هي الألواح، ألواح التوراة، وعصا موسى عليه السلام، وبعض يعني أغراض سيدنا موسى أو ثياب سيدنا موسى عليه السلام. إن في ذلك لآية لكم، هذا التابوت ينزل أمام أعينكم من قبل الملائكة ويضعونه على الصفة، وأنتم تعلمون التابوت، التابوت اللي سرق منكم أنتم عارفينه، هذا التابوت نفسه ولا مش نفسه؟ افتحوه، أغراض موسى ولا مش أغراض موسى؟ أغراض موسى. إن في ذلك لآية لكم، آية واضحة لا تستطيعون إنكارها لأنكم تعلمونها ورأيتم الملائكة كيف أنزلتها إن كنتم مؤمنين. إذا بدكم تكفروا تركبون عقولكم هذه مسألة أخرى. الآن أول ما استلم طالوت، وهذا هذه صفة القائد، لما يستلم القيادة يبدأ بالاختبار والابتلاء والامتحان. كانوا 70,000، هم 70,000 يعني، قالوا كان جلهم من المنافقين والكافرين والكذابين، جلهم. فالآن هو ما الطريقة؟ يعني هو يعرفهم؟ لا يعرفهم. فلا بد الآن بدنا نبلش بالغربلة، بدنا نخلهم. تعرفون الغربلة؟ المنخل، تعرفون المنخل؟ الغربال؟ المنخل غير الغربال، الغربال للقمح والمنخل للطحين. فبتجيب الغربال بتحط، فبتغربل، يبقى عندك اللي بينزل اللي بدك إياه، اللي يبقى بالغربال اللي بدك يعني الزوائد والقشور والكذا. فبدأت عملية الغربلة، عملية التصفية، عملية الابتلاء. مر بهم طالوت رضي الله عنه إلى طريق صحراوية، طريق ليس فيها ماء، طريق وعرة جدا، فطبعا والطريق طويل، فأصابهم حر شديد وعطش شديد، ومروا بنهر. انت عطشان وشوبان، بدك تنط بالنهر تضرب راس وتغسل وتشرب وتغترف معك. فنهاهم قال إن الله مبتليكم بنهر، هذا اختبار، فبعد هذا العطش اوعوا تشربوا من هذا النهر، اللي بيشرب منه يخرج من الجيش، ما بدي اياه معي، واللي اللي لا يشرب ويصبر على العطش يبقى معي. مسموح، مسموح فقط بمقدار غرفة، يعني حتى الواحد ما يموت من العطش، يعني يزيل أثرا من العطش، يعني إذا بده مثلا كاسة كاملة مثل هاي يشرب، فيشرب جرعة واحدة، غرفة غرفة بيده. صعب. نعم، فطبعا اختبار صعب. فشربوا منه، الغالبية الساحقة من 70,000 شربوا منه، إلا قليلا منه، إلا عددا قليلا. الآن هؤلاء القليل اللي شربوا راحوا، سقطوا في الاختبار، مع السلامة، أنتم لا تصلحون للقتال معي. فأخذ الصفوة الذين لم يشربوا ونجحوا في الاختبار، فلما جاوزه، جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، الآن التصفية الثانية، قالوا هذول اللي نجحوا بالاختبار، ومع ذلك لما رأوا من عدد وعتاد وقوة جيش العدو، وهو جيش جالوت، إذا طالوت على الجيش المسلم وجالوت على الجيش الكافر، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، إنهم كثر وعماليق جربناهم سابقا وغلبونا وهزمونا وطردونا وأخذوا أموالنا وأبناءنا وما إلى ذلك. فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الآن الصفوة الثانية،
شوف المرحلة الثانية للتصفية، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هؤلاء قلة من قلة. قالوا الموازين ليست بما تزنون، كم هنا تكثيرية خبرية ليست استفهامية، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كثير بإذن الله إذا كان الله معكم. وهذا حدث على مدى التاريخ، أن المؤمنين يكونون قلة ومع ذلك ينصرهم الله على الكثرة الكافرة، بشرط أن تكونوا من الصابرين، فاصبروا وتوكلوا على الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده وقفوا ورأوا بعضهم قالوا، هذه الصفوة من الصفوة، ربنا أفرغ علينا، الآن خلاص ما ظل يعني اصطفاء، جماعة ثبتوا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما دعوا بهذا الدعاء ونجحوا في الاختبارات فهزموهم بإذن الله، فمباشرة فهزموهم بإذن الله. كان من ضمن الجيش جيش طالوت جندي من الجنود، كان راعيا، ما من نبي إلا ورع الغنم، كان صلى الله عليه وسلم يفتخر بها. فكنا نتساءل، أقول طيب، وداود عليه السلام، داود أتاه الله من الملك، يعني ملك عظيم لدرجة أن الجبال يسبحن معه والطير، وألنا له الحديد، ويعني يعمل السابغات والدروع، يعني ما تشتغل في الرعي. كان قبل ذلك وهو طفل صغير أو شاب صغير كان راعيا قبل هذه الحادثة، من هذه الحادثة وطالع انتقل من الرعي إلى مرحلة أخرى. فوقف جالوت وطلب مبارزا، جالوت الكافر العملاق طلب مبارزا، فكلف طالوت داود عليه السلام، داود النبي اللي صار نبي فيما بعد عليه السلام، فقتل داود جالوت. داود كان معه جند. نعم. فقتل داود عليه السلام جالوت ملك المشركين الكافرين، وآتاه الله، انتقلت الآن الحديث، بطلنا نحكي عن طالوت، انتقل الحديث إلى هذا الجندي داود عليه السلام، آتاه الله الملك والحكمة. الحكمة هنا عند كثير من العلماء النبوة، وعلمه مما يشاء، علمه الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور اللي وردت في سورة صاد وفي سورة سبأ، وعلمناه صلعة لبوس لكم، علمه العلم النافع الذي، لأنه سيكون ملكا، فالملك يحتاج إلى علم ليقود الناس وليسوس الناس به. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الناس منهم الفاسد ومنهم الصالح، فالله يدفع الفاسدين بالصالحين، يعني حتى الصالحون يجاهدون الفاسدين، لولا هذا الجهاد ولولا سنة التدافع، فيأتي الصالح ويدفع الطالح يدفع الفاسد لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحانه وتعالى. تلك آيات الله، تلك آيات الله، هذا الذي سبق كله، آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك، إياك أن تشك ساعة، إنك لمن المرسلين. لاحظوا التأكيد على نبوة ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل يعني لا نفرق بين أحد من الرسل في أواخر سورة البقرة، المقصود بأصل الرسالة، أنهم جاءوا بالرسالة الواحدة، لكن هم من ناحية الفضل فضل الله بعضهم على بعض، بدليل منهم من كلم الله، موسى عليه السلام كلمه الله تكليما، ومنهم ورفع بعضهم درجات، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى، أو هو قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولا فخر، فهو سيدهم صلى الله عليه وسلم. طيب هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني على الأنبياء، قال العلماء قالها صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم ثبت بالحديث الصحيح أنه أفضل الأنبياء على الإطلاق، والأحاديث في هذا مستفيضة وكثيرة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، موسى، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أيضا عيسى عليه السلام كان من المفضلين، أفضلهم، هناك أنبياء ومرسلون، المرسلون أفضل من الأنبياء، المرسلون أفضلهم خمسة،
وهم أولو العزم من الرسل، هؤلاء الخمسة أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم، يعني الأمم التي جاءت بعد الرسل، لو شاء الله تعالى لما حدث بينهم هذا القتال، ولكن اختلفوا في هذا الذي أتاهم، وتشيعوا وتحزبوا، وصار كل حزب يقاتل الحزب الآخر، فانحرفوا عن الطريق الذي رسمه لهم الأنبياء. ولو شاء الله تعالى، ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله تعالى لجعلهم معصومين، لجعلهم كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن الله تعالى حكيم يفعل ما يريد لمصلحة أرادها سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من مال الله الذي آتاكم، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفقوا مما رزقناكم، زكاة المال الواجبة والصدقة المستحبة من قبل انتبهوا، أنتم لازلتم في الدنيا والباب مفتوح، واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، قبل أن يأتي يوم القيامة. يوم القيامة من صفاته أنه لا بيع فيه ولا خلة، الخلة أعلى درجات الصداقة، ولا شفاعة، لا يشفع أحد لأحد إلا بإذنه، كما ذكرت آية الكرسي التي تليها. نسأل الله تعالى أن يشفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فينا، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة هنيئة مليئة عامة لا نظمأ بعدها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحونا على الإطالة، جزاكم الله خيرا. نبدأ إن شاء الله المرة القادمة بآية الكرسي.